والله. لا مش تعجيل يا حبيبي والله. فضل فضل. أمور شنو؟ أمور والله. يا مهارة. الله منور. أمور. عليك وحسة. الله منورنا. الشباب جو؟ جو كلهم جو والله. أنا قاعدة فيها حلو ولا سائل؟ لا أنا جاهزين حضرانين تعالي تعالي دي باكس. طيب السلام عليكم الناس الجميلين كلكم. الليلة نحن في ضيافة أخونا الجميل نور الهدى خطاف جعفر في بيته الجميل، وبنحتفل ونحتفي كلنا مع بعض في نجاح سكة نجاح سكة ضياع. هي ما سكة ضياع، هي سكة نجاح. نحن الليلة كلنا في قاعدة كده دكاكينية وحفلة جميلة كده في بيت أخونا خطاف بنحتفل بالزول الجميل جدا هاني عوض الله حسين ومجموعة من الكوابيس موجودين معانا. خليكم معانا يا اخواننا في جلسة عادية كده وبنسة. عثمان حسين حبيبنا يا فنان كيف سنة طيبة؟ حبيبي يا ياسر بكري حقيقة ما عليك أصحى يا مش كيف؟ الله تمام بس والله يا منك العجب عليك ضميري يا حنان ويا شنو بعد والله العظيم شيء عجيب. قال لي انا انبسطت لانه انت فيه. انت عارف اغرب حاجه يا جنو؟ في واحد خاسي باسمي عامل صفحه اسمها شنو اخذتها في الصفحه؟ سابو الدبش. سابو الدبش بعدين بيعمل كومنتات بيعلق للناس الغريب. ما زول حيوان صايد. انت عارف انا اللي كم اخذت من الدبش؟ بعدين في التيك توك في كم زول عامل نفسه بالدبش؟ هاي قصه كده. الله يرضى عليك. انت مؤثر لكن يا كابوس مؤثر شديد. الحمد لله. اذا نجاح والله ما بعد النجاح. يعني دي حاجه ما حاجه والله يا كابوس. لا لكن هسه حنوري الناس في لايف انه الموضوع ده لازم. قناه في اليوتيوب كابوس وخطاف. انا مره زادت خطاف على الطريق قلت له لازم الزول ده خليه يطلع في لايف بعدين يوضح للناس انه الصفحه بتاعته الرسميه. وخطاف زاد ما مقصر. لقيته يعني رافع الصفحه بتاعتك اللي انت عملتها دي في صفحته. وانه بيقول يا اخوانا دي الصفحة الوحيدة الرسمية للاستاذ هاني عوض الله. اي ما ينفع تعمل اصحى يا جميل. تعالي يا ماشي. ايوه على الاقل اسقيني معاك انا زاد دي احبابنا. ان شاء الله انتم كويسين يا اخوانا. زلمه كريم زلمه المادح بتاعنا طبعا كان مدح على الاقل يا جماعه. ما جيتني الحاجة عصير ولا موية؟ لا زين موية ما دام كابوس انت قلت العادة. وانا زلمة قبلين بيوم ما عنده ترابيزة ده شنو الاحتفال؟ لا لا الكلام ده غلط غلط ده تكريم نسكوم يا استاذ يا استاذ سكر خفيف هاك يا كوباية لك يا ريت ان شاء الله كونيان لا يا جماعه ياسر على قبل شويه هل هاني هاني كل والله اذا انا جاي انا هيك بالدبش تاب اذا انا صاحب له اسمه جمال يا اسماعيل اشيله قلنا بالدبش تاب قالوا انت ابدي رساله بتاع التليفون يا التليفون لكن الله يقول لك حاجه هاني صراحه انا عجبها من هذا تعرف انا ده عجبنا يا اخوان انا خالد واسف بنو 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 مال انا ده عجبنا موسيقى اصلك موسيقى صعب حكيم وزمان عزيز لهم عمي يا اخوان يا هاني يا هاني والله في سؤال حلو السؤال ده علمي ولا ادبي؟ علمي قول كبويتا يا سلام الزول الفنان الجميل يا سلام الكبير ولا الصغير هم الاولاد دول مقسمين هم مقسمين انا اول حاجه والله اشوف عدل يعني الزول اللي اسمه منو عباد الاول الاول يا سلام الطريف والله الولد ده جميل الطريف ان شاء الله تكون قاعد تعالي انا والله داير اقول لك كل سنه وانت طيب وان شاء الله
مستقبلك مستقبل يعني والله ما بعد مستقبل ليك التحيه وان شاء الله ربنا يسهل عليك ويوفقك واول خطوه مع اكبر نجوم الدراما في السودان ان شاء الله ربنا يوفقك يا طريفي نرجع لكابويت الكبير كابويت الكبير ده اوسو اول له تجربه اصلا زور مصور ومحترف وزور منظم بتاع حفلات الله يعجبك الفكره وزور حبيبنا ده اول له تجربه شوف الزول ده اشتغل شغل رهيب 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 كالغاي وصورة عجيبة جدا والله زول جميل يعني في ناس معينين بالمناسبة من تكفيل له خطير انت لاحظت الزول خطير وتحية كمان برضو لأخونا الزول الجميل منتصر إبراهيم أستاذ كبير يا دقيقة انت لسه طالب معاه مشهد ما عندي مشهد لكن كل ما يجيب تصوير بينو هاي نوام وكال قال يا خطير جدا جدا لكن يا ابو ناصر هيثم مسافه رديت للمكالمه جه صح مفر يا تابو انت وصفات ما تلاقيت هاي لا ما تلاقيت نهايه اي والله صح صح حزينه والله يا بس سالك قال لك اسمك بالمسلسل كم ولا يتلاقوا وين الناس لا 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 تلاقينا باللوكيشن هو التصوير المشاهد 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 الدراميه مين بيخط وانا بيخط ثاني صدق والله قدمت شغل جميل يا اختي كمدمنه والله ما دار اقول لك الرساله ما وصلت بس الرساله ما وصلت انت عارف لما تروح الشارع والناس يعني الشخصيه الاصلا انت تقدر توصلها وصلت دي حاجه يعني ما بعرفها يعني يا سهل يعني دي حق يا بدري عليك الله بامانه كده كتزول يعني زول استاذ زول يعني عندك توقيع عندك موسوعه هنا في الكتابه دي بتفتكر انه منظر في ناس ممكن ما يفهموا المسلسل ده انت اتفرجته كمشاهد طيب كلمة جميلة قالها الأستاذ ياسر انك سكة نجاح يا سلام ما سكة ضياع ياسر ما بتعمل مجاملات سكة ضياع لا سكة ضياع كاسم مسلسل مسمى وك إصطاف عامل على المسلسل نجاح فعلا يا سلام نجاح في انه يعكس الضياع اللي هو كان حاصل يا سلام رغم انتقاد البعض في المسلسل انه في عادات ما بتشبهنا او حاجات الواقع امر بكثير مما ظهر في سكه الضياع انا دار منك اول حاجه عندي رساله دار اوصلها لكل الدراميين في السودان وخاصه من جيلنا في الشباب ابشر وبعد ذاك انا دار قلت صدق تجينا في جاي يعني بقدام الكاميرا دار احنا من بيتك قبل ما يبدل هذا السمان دقيقه حكم تغيير جيبوا لنا خطاب ظني جيبوا لنا خطاب يا اخي الناس بدها قوم يا المادح تفضل تحية كبيرة يا اخواننا اللي في ذا البيت في ذا البيت النار الوقفة الله لقيت نكير سيدة والله خير قبل ما اوصل رسالتي وين؟ انت ليه ظهرت في المسلسل دي في الحلقة الأولى وثاني ما شفناك؟ والله أنا أساسا ما في سيناريو الأستاذ قال لي يا أخي لازم تشتغل معي المشهد. أساسا أنا المسلسل كله شغال فيها ميك اب شغال فيها أكشن. بعدين ما شاء الله أنت خطاف السنة دي جوكر يعني. آه الحمد لله. مسلسل متبلد. العدادات ما زالوا. يا سلام متبلد يا أخي التحية للشباب والله. تحية لي أبونا علي ورطة والله والتحية للشباب وكل التيم اللي اشتغل عليه. يا سلام يا عزام يا يعقوب دوام لله انا من هنا بعزيك يا عزام عزام اخوه توفى هاني تعمل خبر يا اخي دوام لله دوام لله ان شاء الله ربنا يتقبل الله يسعدك لكن انا في حاجه ملت راسي القزازه ذيك كسرها في راس الزول كيف؟ شنو؟ القزازه لا ما شغلك الزول ده يا معلم كسروها عادي قلت له شنو انت لابس تشبع كسروها بلبس كسروها ليك كسرانه شنو؟ يا اخي اديني كسر في راسه عادي اه لكن شنو؟ تعزلنا منه قلنا له حنوديك المستشفى بعدين وافق وافق لازم هذا ما اخذ فيها بريد ولا فيها الكسر يا كابوس ندي الناس دي الاغنيه بتاعتها بالدبج قبل الاغنيه بتاعتها بالدبج يا اسمع انا عندي كبير والله رساله قلت دار اوصلها يعني رغم الانتقاد اللي بيقولوه هو بعض الناس ناس بسيطين يعني ما كثيرين لانه كل الشعب السوداني متفق على سكه الضياع انه ده واحد من واقعنا يعني اللي احنا قاعدين نعيشه سكه الضياع ناقش مجموعه من التجارب ويا شباب كل الدراميين
نحن معلم نشيل المجتمع ده كده، نشيل الشارع ده كده، نخطه للناس في التلفزيون، صدقوني ما حننجح. وده اللي حصل في سكة الضياع. سكة الضياع شارد لنا المجتمع بتاعنا، خطته لنا في الشاشة وخلتنا أي زول يشوف نفسه في واحدة من المشاهد بتاع سكة الضياع. ونحن عايزين الدراما بتاعته لسه الجاي أحلى. نحن عايزين كل اللي شفناه في سكة الضياع واكتر منه، وكل اللي قاعد يحصل في الشارع، بس الحاجة الحاصلة في الشارع. يا اخوان الليلة الليلة يا سير بكري استباحيته علمية. والله يا هاني انا عارف الازلات كلام كبار كبار. والله يا هاني ما لم الواقع بتاعنا. لكن الناس شنو تكون شنو تصحح الحاجة اللي هم في المسلسل دي. معلش بالنسبة لشنو الجامعة للمخدرات للبنات البلدو بالطريقة الماشرعية، الناس دي يفرض شنو؟ صح الناس توعى للحاجة دي. ما الناس شافت نفسها هسه الحاجة لكن دي بتوعى. شافت والحاجة دي حاصلة. ما في زول بيقدر ينكرها. ما في زول بيقدر ينكرها عشان كده. صح يا حبيب حنان. لكن انت عارف انك عايزين نرجع لك يا كابوس. انت عارف 2000 دولار. انت عارف لسه كوردش لها هاني الناس الماسكه بس في الشارع. قول له والله العظيم اقول له شيء ضميري ده مرجعني. انا والله ماشي القسم، ضميري ماشي القسم، انا برجع فيه. بعدين يا اخي انت تخاف مني في شنو؟ انا المفروض اخاف منك يا اخي، انت زول مجرم. انا مجرم؟ انا اللي خوفني. انت عارف دي؟ حلوه تم علي بجيب من الجامعه دي. انت عارف دي؟ انت تم علي دي يا اخي. الاسم العلمي يا ترى والدبش؟ كابوس ولا والدبش؟ الاسم شنو؟ الاسم الاصلي. الاصلي الاصلي الاسم الاصلي هاني عوض الله حسين. شهر بين شهر. ما هو طبعا يعني كل ما يتجي ل تجي على الحاجة تعرف شخصية. الناس بتحفظ اسم الشخصية. يعني انا بديت بصوت بس اصلا كنت اقول الكلام ده. انت عارف من مميزات هاني، معلش يا استاذ ما قطعنا حديثك حبيبي، لكن من مميزات هاني اي شخصية ضربها انتهى منها تطلع بها تمسك بدا منها بصوت. الناس كلها كانت ماسكة بصوت بصوت بصوت. جات ال كابوس 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 يعني حتى في عليك واحد ذاته كان كابوس في كل البرامج اللي قدمها بعد بصوت كان كابوس. كل الشخصيات اللي هم صعبه والله ممتازه. لحد ما جابوا الدبش هسه طلع بابو الدبش. كل اسم كل اسم قاعد يمسح الاسم اللي كان قبليه وبيركزوا اياته لكل الشخصيات. ينفع قبل فتره تعليق في الميديا يا جماعه واحد يوري كابوس ده انه هو قاعد يمثل. تذكر انه هو قاعد يمثل. طيب من دي في سؤال يا كابوس. الكلمات اصحى 2000 الضمير اللي هي قاعدة داخله من ياتو وحيا كابوس الكلمات دي ختم كابوس واضح فيها. التفرق التفرق واضح. السؤال بيسيل كابوس. الله استاذ بكري جد جد. من اين لك هذا يا كابوس؟ الكلام ده قاعد يجي من وين؟ والله اديكم مبالغه. الكلام ده بيجي ارتجال. يعني انا اصلا ما بحضر ولا بقرا مصر. اولادي ده كلهم زادوا ما في زول من ياسر بكر ده من بصوت لحد اخر تجربه بتاع الصفادي معايا في المسلسل. انا ما منكر جدي طوالي كابوس. الزول ده منو؟ الزول ده انا بحس بك زي الاعلان. مو في اعلان جت فجاه بدي يا والله انا ما منكر ما ناكل نار والله ما تذكروني. لا لا ناكل نار. السؤال الثاني جبل جبل عليك اكتر حاجه انا عجبتني شنو الكشه 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 بتاعت الكشه اول مشهد بتاع الكشه اول حاجه انا بخاري ليك سريع سريع يا اخي يا مع حنان كشه كبس كبس جاب لك من البدايات اول واحد مو ده كان مقرش شوف الحلقه الاولى ووقف عليها انا لازم اجيب الود يا خطف لازم الود يجيني
تعال يا معلم يا فنان يا جميل تعال يا علي تعال تعال يا ولدات يا عم ما صحيح يا معلم ولدات ما مشينا يا رجل ابو ولدات يا رجل انت فكره جديده حاجه جديده حاجه تقدر تطلع بها الفيلم بتكلم عن المخدرات الفيلم ده ذاته اسمه ايس كليب يا سلام يا ذكرتني بمناسبة الآيس تلي أول حاجة هاني عوض الله زول متعود وعودنا نحن زادنا إنه والله للأمانة يعني أي حاجة تكون مضرة بالمجتمع هو من أول من أول المبادرين أيوة بيها يعني أنا مثلا عندي معه تجربة في يوميات الصوت أيوة صح ضرب الخشوش دي في 2011 ما كان في زول بيعرف الخشوش ذاته كانت بسيطة كانت حاجة بسيطة يعني كان يعني سلط الضوء عليها ومفروض في الوقت ذاك الناس كانت تحارب الحاجة دي والحاجة كانت موجودة ومعروفة بنفس الحاجة دي رسالتنا اللي يقول لك ما بنتروها كيف هاي قالوا دي من راسنا هسي ملت السوق ملت السوق الوقت ذاك يعني شوف لو الناس راجعت لو الناس راجعت 10 جنيه 2011 احنا عملنا الموضوع القفلة بتاعت الحلقة الأولى شنو؟ 10 جنيه و10 جنيه و10 جنيه و10 جنيه وحياة الله نلقى الفارات دي كرتونة بتاعت أكيسول وكرتونة بتاعت فايف ما كان في باقي الحبوب انا ما حاقول اسمها عشان ما يقولوا علينا رويج لا ما يعني ما كان في اصناف كثيره هسه نشد ما كانت فيه كان في صنفين بس ويتسلط الضوء عليهم لكن للاسف الشديد ما في زول يشتغل بين هسه الان الايس ده اخوانا والله هذا حاجه جديده وخشه جديده والناس المتضررين منها الان فئه بسيطه يعني الحاجه دي لو استمرت هتبقى والله البلد الناس كلها والله تنتهي منه بسم الله العظيم بص انا لازم استنينا الغنى بتاعت الدبش ايوه انك في البيع الموضوع جدا الحس شيء ما يشيل يا انا عندي تقاعد ده لسه هاي انا عندي مرحة والله انا لازم حسسني انه انا تسمعني كده يعني راجع وعامل الحاله وكده شربت كوبايه واحده اشرب اثنين يا والله انا بشرب بس ابو الدبش من هنا هان ابو الدبش ابو الدبم واش ابو الدبش سكتك عطش ابو الدبش ابو الدبش ابو الدبم واش ابو الدبش سكتك عطش ابو الدبش ما بيهمه الا مصلحته لا بعرف اخوه ولا اخته ما بيهمه الا مصلحته لا بعرف اخوه ولا بنته ابو الدبش ابو الدبم واش سكتك عطش ابو الدبش سكتك عطش ما بتهمه الا مصلحته لا بعرف اخوه ولا امه ما بتهمه الا مصلحته لا بعرف ابوه ولا امه ابو الدبش ابو الدبش سكتك عطش ابو الدبش سكتك عطش ابو الدبش يعني الشمال كله الناقص جلي والما ناقص كله الشمال معانا اليمين درانا يا اخي ابن من اليمين يا اخي قدادنا من المساكين رمانا في الطين نحن الشمال بس محل المرتبين والناقصين ابو الدبش ابو الدبش سكتك عطش ابو الدبش طيبينك والمواعيد انا مواعيدي جات انا مواعيدي جات يا اخوانا ماشي يلا خدتها عندنا اخوانا جسر كده نعمله وبنجيكم راجعين امدح ليهم امدح ليهم امدح ليهم